يتوالى إذن وصول الشخصيات الرسمية المشاركة في فعاليات هذا المنتدى. على الأرجح هذا أحد المسؤولين الإماراتيين اللذين وفدا إلى المنتدى، إما الدكتور سلطان القاسمي أو الشيخ عبد الله بن زايد الذي وصل لتوه من مطار شرم الشيخ. الوصول الآن هذا الدكتور سلطان القاسمي بالفعل هو الذي وصل إلى مقر القبة الزجاجية. الدكتور سلطان القاسمي كان قد وصل عصر هذا اليوم إلى مطار شرم الشيخ، والآن يتوجه مباشرة إلى القبة الزجاجية التي ستستقبل الحفل الافتتاحي الذي ينظم إذانا بانطلاق أعمال منتدى الشباب العالم 2017. وتابعنا كذلك قبل لحظات وصول الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير خارجية دولة الإمارات.